أخبار اليوم. حاجة بسيطة، حاجة كبيرة دي. ده دي فجأة فعلا. طبعا ده أنا يعني أنا ساعات جاية بابا جاية. ألف مبروك يا كابتن. إن شاء الله دي الصورة بتاعت الفلوس. أنت في كل الأحوال يا كابتن كسبنا وما كسبناش، أنت شاوي كده. ده عندي شرف كبير جدا كلمة حضرتك.